السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي في درس جديد على قناة أندرويد دي زد. في درس اليوم سنتعرف على كود لزيادة نسبة الشحن، أو بمعنى آخر يعني نقص في استهلاك البطارية. هذا الكود ينقص من نسبة استهلاك لبطاريتي. كود جميل، كود يعني رائع. سنقوم بتجربته. لاحظوا معي، كل ما عليك هو ضغط نجمة ومن ثم مربع ومن ثم قسم 2 ثم 2 8، واضغط على مربع. سيأخذكم إلى هنا. كل ما عليك أخي الكريم هو ضغط هنا كيك ستارت بالأحمر هنا. لاحظوا معي ثم يا أحبائي قم بفتح وبعد ذلك بعد تنفيذ هذه العملية كل ما عليك هو إطفاء هاتفك كليا ووضعه في الشاحن حتى يصل إلى 100%، وستلاحظ وبعدها افتح وستلاحظون الفرق من أول تجربة. وأرجو أن تستفيدوا من هذا الكود، ولا تنسوا الاشتراك في قناتي ليصلكم الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.